السيد الرئيس، تود كل من منظمة IDO مع أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان أن يشكر السيد فورست على تقرير المراسلات الأخير والذي نشر تقارير ولايته بشأن المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين. في تقرير المراسلات الأخير قدمت ولايتكم تقارير عن قضية البحريني الداعي للحوار بين الأديان الشيخ ميثم السلمان والذي تعرض لمضايقات بما في ذلك الاحتجاج التعسفي والترهيب القضائي بما يخص عمله. بالإضافة إلى ذلك أصدرت ولايتكم مراسلات عديدة بشأن قضية نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان حيث لا يزال حظر السفر مفروضا على نبيل، كما تبقي الحكومة التهم الموجهة إليه والتي قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات في السجن. بالإضافة إلى نبيل يتعرض كل أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان للمضايقات والترهيب بسبب عملهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. نضم صوتنا للدعوات المتكررة للمقرر الخاص لحكومة البحرين لإسقاط التهم ضد نبيل رجب. لا زال المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان مثل ناجي فتيل وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنقيس يقضون عقوبات تعسفية بالسجن تصل إلى مدى الحياة في البحرين. في العام الماضي أسقطت الحكومة تعسفا جنسيات العشرات من المدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك زميلنا سيد أحمد الوداعي، كما تستخدم البحرين برنامج المراقبة فين فشر لمراقبة البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والوثائق الشخصية وتتحكم عن بعد بكاميرات الأجهزة التابعة للمدافعين عن حقوق الإنسان. إن استخدام البحرين للمضايقات والمراقبة والانتقام ضد المدافعين والنشطاء يقيد المساحة المتاحة للانتقاد والتي تعتبر مهمة لتعزيز وتطبيق إصلاحات حقوق الإنسان الحقيقية.